اهلا بحضراتكم من جديد. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن كره السله سيدات وشفنا استعداداتهم وكاميرا الابطال كانت معاهم. هنروح لسيدات طائره الاهلي، كابتن حمدي الصافي بدا الاعداد بتاع الفرقه. الحمد لله احنا ابتدينا فتره الاعداد بعد ما خدنا راحه كويسه بعد نهايه السيزون متاخر عشان طبعا ظروف كورونا وكده. طبعا احنا بادئين بدايه مش قويه جدا، مدين الفرقه اسبوعين في التدريبات التراك والاطالات عشان تجهيز العضله ان شاء الله للفتره الجايه، انما فتره الاعداد الحقيقيه ان شاء الله هتبتدي الاسبوع الجاي. هيبقى ابتدينا الفرقه تقف على رجليها شويه ونبتدي بقى ندخل شغل في الصاله جوه، بالاضافه للشغل البدني اللي بتتعمل مع الكابتن رانيا مخطط الاحمال، وان شاء الله باذن الله الفرقه كلها متواجده عند الحمد لله، يعني بادين كل اللاعبات موجوده، مفيش اصابات، فان شاء الله تبقى بدايه موفقه لفريق الطايره باذن الله. هو طبعا فريق الاهلي داخل على منافسات قويه ان شاء الله الموسم ده، راجعين للبطوله العربيه والبطوله الافريقيه بالاضافه للدوري والكاس، فاربع بطولات محتاجه اكبر قدر ممكن من اللعيبه الجاهزين يبقوا موجودين معاكي. احنا اخترنا اللعيبه ايه خالد واللعيبه هانيا، مراكز محتاجه تدعيم عندنا يعني بالاضافه للخبرات اللي موجوده في الفرقه، بس احنا اخترنا الاثنين دول وان شاء الله باذن الله في محترفه جايه في الطريق. احنا يعني بنتفرج على كذا لعيبه محترفه، هيبقى ان شاء الله باذن الله بعديها الفريق جاهز للموسم الجديد بقائمه مكتمله، وتقريبا يعني اغلب الصفوف الحمد لله قدرنا ان احنا ندعم في الحتت اللي احنا محتاجينها بالظبط. يعني هدفنا السنه دي البطوله الافريقيه ان شاء الله والبطوله العربيه، هتبقى بطولات قويه جدا، في منافسه قويه يعني عندنا في البطولات العربيه فرق تونس والجزائر، في البطولات الافريقيه بتونس والجزائر وكينيا والكاميرون، لا بتبقى بطولات قويه جدا محتاجه عدد من اللعيبه ومحتاجه جاهزيه للفرقه واستعداد قوي جدا. يعني في الاول يعني يعتبر احنا ما ريحناش فتره طويله من بعد السيزون اللي فات من اخر ماتش اللي هو كان نهائي الكاس، يعني اعتقد هو كان شهر بس كان اللي هو نفصل شويه وراحه والحاجات دي بس، فالحمد لله يعني رجعنا واحده واحده، راجعين بس لياقه يعني فتنس بس في التراك، لسه ما دخلناش كور بس وبنبتدي واحده واحده. يعني كان كابتن حمدي يعني اتكلم معانا ان هي هتكون الفتره دي بتتراوح يعني ما بين اسبوعين ليمكن اكتر حاجه بسيطه يعني، بس ما اعتقدش ان هي هتكتر عن كده يعني بكتير، وبنبتدي برضه في الملعب بندخل واحده واحده، مش بيبقى لعب يعني زي في وسط الماتشات، يعني بنبتدي واحده واحده مع الفتنس بيبتدي بقى يخلط الاثنين مع بعض. يعني طبعا هو كل سيزون يعني احنا خلاص نسينا السيزون اللي فات وابتدينا نركز في السيزون ده ان احنا نقدر نفوز بكل البطولات زي السنه اللي فاتت واللي قبلها الحمد لله، ويمكن التحديات السنه دي اكتر بما اننا ان شاء الله اعتقد ان نشارك السنه دي في افريقيا، عشان للاسف السنه اللي فاتت ما حصلش نصيب يعني ان احنا نشارك في افريقيا بسبب ظروف كورونا، فاتمنى ان شاء الله السنه دي نشارك في افريقيا والبطوله العربيه ونقدر نفوز بيهم كلهم ان شاء الله. وطبعا المنضمين لنا جداد طبعا هم لعيبه على اعلى مستوى وسبق ليهم ان هم شاركوا مع المنتخب الوطني، فهم يعني جايين وعارفين ان النادي الاهلي دايما بيلعب على المركز الاول وان شاء الله يكونوا اضافه قويه لينا. يعني ابتدينا نتمرن طبعا فتنس الاول، هنقعد كده فتره يعني لان دي تعتبر اهم فتره يعني هي اللي بتخلينا واقفين على رجلينا بقيه السيزون، فهنبتدي بقى ان شاء الله واحده واحده الفتره دي، ولغايه بقى نبتدي كمان اسبوعين اعتقد نبتدي نخش الفولي بقى واحده واحده نبتدي في التمرين. هي اصلا الفتره دي بتبقى بجد يعني علينا احنا كلاعيبه بتبقى صعبه قوي لانها بتبقى متعبه جدا، بس كلنا عارفين قد ايه هي مهمه بالنسبه لنا، الجري النفس الحاجات دي هي فعلا بتخلينا نبقى قادرين نقف ونكمل يعني، فكلنا بنركز بقى الفتره دي قوي، حتى لما بنبقى تعبانين للاسف بنقدر يعني بنحاول نكمل على قد ما نقدر عشان بعد كده نلاقي الاحسن يعني ان شاء الله. هو دايما بيركز معانا ان الفتره دي مهمه جدا، ان هي اللي بتخلينا بعد كده قدام لما نخش الفولي او كده او في الماتشات خلينا قادرين نقف ونكمل، نخلينا من غير اصابات، فهو دايما بيركز معانا قوي في الحته دي على اهميتها. وطبعا انت عارفه ان الموضوع بيبقى صعب قوي ان انت تحافظي على اللي احنا وصلنا له، فعشان نقدر نكمل يعني لازم نركز في الفتره الاولى دي.